مقرمشة جدا يعني، سامعين؟ وشكلها جميلة وصغنطوطة كده وزي العسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض حلويات، بس مش حلويات مصرية. حلوياتنا النهاردة جديدة ومختلفة. حلوياتنا النهاردة من الهند، من اشهر الحلويات الهندية على الاطلاق، وكلنا بنحب يعني ندوقها ونفسنا نعرف هي معمولة ازاي. النهاردة هنعمل مع بعض الجلاب جامون بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير موجودة في كل بيت، ومستحيل تجربيها وما تعجبكيش. طعمها في منتهى الجمال وقوامها مثالي وجمالها مفيش كلام يوصفه، هتعجبكم جدا. بصوا جمالها، بصوا من بره طرية ازاي وجوسي، والشربات بتاعها جميل جدا، شايفين لمعانها؟ جميلة جميلة جميلة، عايزاكم تجربوها وتبعتولي تقولولي رأيكم فيها ايه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. دلوقتي معايا المقادير للجلاب جامو، هي من اشهر الحلويات الهندية اللي موجودة هناك في الهند، فالنهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معايا كوباية من الدقيق الابيض، كوباية الا ربع من اللبن البودر، معايا كوباية من اللبن، معايا معلقتين من السمنة البلدي او ممكن معلقتين من الزبدة، ومعايا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هي اصل الحلويات دي اللبن البودر، فاحنا هناخد كده كوباية الا ربع من اللبن البودر، هنحطوها على كوباية الدقيق، وعليها نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هنبدأ نخلط المكونات الجافة كلها الأول مع بعض. بعد ما خلطتهم كويس كده هحط معلقتين السمنة البلدي أو معلقتين من الزبدة، هتكون بس أهم حاجة تكون في درجة حرارة الغرفة، طبعا بالسمنة البلدي بتكون طعمها أحلى بكتير من الزبدة، بس لو مش متوفرة عادي مفيش اي مشكلة، هنحطه مكانها معلقتين زبدة. هخلط المواد الجافة مع معلقتين السمنة كويس جدا. بعد ما خلطتهم كويس جدا كده بصوا بقت عاملة زي رملة البحر، بصوا قوامها عامل ازاي. اهم حاجة يعني نعمل الحركة دي كده عشان نتأكد ان الدقيق واللبن البودر اتغلفوا كويس جدا بالسمنة. دلوقتي بقى هنضيف اللبن. اللبن ممكن ما اخدش الكوبايه كلها، هاخدها تدريجيا حبه حبه لحد ما احس ان العجينه بقت قوامها يعني متماسك معايا كويس. بسم الله. هضيف كمان حبه، بسم الله. بعد ما عجنت العجينه بتاعتي كده بقت بالشكل الجميل دوت، بصوا طريه ازاي. هسيبها بقى دلوقتي ترتاح لمده 10 دقائق، لازم ضروري جدا ان هي ترتاح. وعبال ما ترتاح تعالوا بينا نعمل الشربات بتاع الجلاب جامون ونشوفه هو عباره عن ايه. هو عباره عن ايه؟ كوبايتين من السكر، انا عايرت بنفس الكوبايه دي، عليهم كوبايتين من الميه، عليهم عصره ليمونه صغيره، عليهم 4 حبات من الحبهان، 4 فصوص كده، ونكونوا ضاغطين عليهم يعني كده فاتحينهم عشان يطلعوا الطعم اللي جواهم. اول حاجة كده على كوبايتين السكر و4 حبات الحبهان حط كوبايتين مية، بسم الله. واحط عليهم عصرة الليمونة الصغيرة بس كده، وهرفعهم على النار يعني يفضلوا يغلوا لمدة 10 دقايق.
وده كده شكل العجينة بتاعتي بعد ما ارتاحت 10 دقايق. دلوقتي هجيب الطبق اللي هشكل فيه دهنية دهنة بسيطة من الزيت او السمنة، وهدهنه كده، امسحه بالمنديل علشان العجينة بتاعتي ما تلزقش. وهبدأ ممكن ادهن ايدي دهنة بسيطة كده اهوت وانا بشكل عشان تطلع معايا الكورة ملزقة. واحسن حاجة انكم تعملوها تكون صغيرة، ما تكونش كبيرة، عشان هي لسه لما بتتحمر بتنفش اكتر وبتكبر عشان فيها بيكنج باودر. بصوا شكلها ناعم ازاي، واهم حاجة ما تكونش فيها تشققات خالص، عشان لو فيها تشققات هتفتح معاكو في الزيت بالشكل الجميل ده. نعمل واحدة تانية. وده كده شكل العجينة بتاعتي بعد ما كورتها، حوالي طلعوا معايا 29 كورة من كوباية دقيق واحدة. اهم حاجة تكونوا دهنين الطبق اللي انتوا هتحطوا فيه الكور علشان ما تلزقش ببعضها، وتكون الكور صغيرة عشان هي لسه لما هتتقلب في الزيت حجمها هيتضاعف عشان فيها بيكنج باودر. فاحنا بقى دلوقتي هنروح ونقلوها في الزيت. دلوقتي الحلة بتاعتي فيها زيت غزير، اهم حاجة نكون موطين عليه خالص، مش عايزين الزيت يكون سخن على اهدى درجة حرارة. ليه؟ علشان لو حطيناها في زيت سخن جدا الجلاب جامون هتبقى لونها، يعني هتاخد لون من بره ومن جوه هتبقى لسه نية، فلازم تبقى الزيت بتاعها هادي خالص. دلوقتي بقى هبدأ اخد الكرات كده بتاعتي اللي انا مكوراها، بسم الله. بصوا اول ما تتحط في الزيت لازم تعمل الفقاقيع الهواء البسيطة دي كده، يبقى درجة الحرارة مظبوطة. نحطه كمان واحدة. وبنستنى بس ثانيتين كده وبنبدأ نحركها علشان ما تلزقش في الحلة من تحت. هي ما بتاخدش وقت خالص على النار. بصوا بدأ لونها يتغير ازاي، اهم حاجة على نار هادية علشان تتحمر من جوه ومن بره. نحركها كده عشان تبدأ تترفع من الحلة من تحت، وهنستناها بقى لحد ما تاخد اللون الجميل. هو ده درجة اللون اللي انا عايزة اوصل لها. بصوا الكور بقت لونها جميل ازاي، مش عايزاها تغمق معايا اكتر من كده علشان ايه يعني ما تمررش ولونها يتغير اكتر من كده. هسيبها بقى تهدى شوية، مش عايزاها تبرد تماما، عايزاها بس تبقى دافية. وهشغل على الشربيت وهو سخن، يكون سخن بيغلي والجلاب جامون تكون دافية، وهنزل بقى فيها في الشربات واسيبها لحد ما يعني ممكن ساعة، ساعة ونص، ساعتين، يعني على قد ما تقدروا سيبوها. هتلاقوها اتشربت من الشربات ونفشت وبقت شكلها جميل جدا. هنشوف طبعا الكلام ده كله مع بعضه بس لما اخلص الكمية كلها وهوريها لكم. بصوا شكلها جميل ازاي بعد ما طلعتها من الزيت كده، بسم الله. صوتها مقرمش جدا، هسمعكم دلوقتي الصوت. دي كده اخر حبة انا طلعتهم، الكمية بتاعتي كده خلصتها. ودي كده كانت الكمية بتاعتي كلها. بصوا كوباية طلعت لي قد ايه، دولت ودولت، كوباية دقيق واحدة. بصوا انا عايزة اسمعكم بس صوت القرمشة، سامعينها مقرمشة قد ايه؟ انا هقربها من المايك، مقرمشة جدا يعني، سامعين؟ وشكلها جميلة وصغنطوطة كده وزي العسل. بصوا كوين بقى الشربات، خفيف خالص، اهم حاجة ان هو يكون خفيف، مش عايزينه تقيل، عشان لو تقيل مش الجلاب جامون مش هتشربه خالص. بصوا القوام،
انا هنا بعد ما سبتها تهدى بس شوية بدأت احطها كده في الشربات بتاعها. بصوا يعني دي انا سبتها شوية في الشربات، بصوا بقت طرية قد ايه، يعني تحسوا كده ان هي بقت طرية. انا هبدأ بقى احط بقية الكمية بتاعتي في الشربات واسيبها من ساعة لساعة ونص ساعتين، يعني على حسب ما تقدروا يعني تسيبوها. كل ما هتقعد في الشربات اكتر كل ما هتطرى اكتر وهتطلع معاكو جميلة جدا. اهم حاجة ان الشربات سخن، انا الشربات بتاعي مسخنة كويس قوي، والجلاب جامون دافية. هحط كده، بصوا لونها بدأ يتغير ازاي، لاحظوا ان بصوا حجمها دلوقتي وانا لسه حطاها صغير قد ايه. بعد ما هيعدي عليها ساعة او ساعتين شوفوا الحجم بتاعها هيبقى الضعف. فانا دلوقتي كده هغطسها كويس في الشربات، راح اغطي عليها واسيبها لمدة ساعة، من ساعة لساعتين يعني على حسب بقى ما تحبوا تسيبوها قد ايه. هغطي بقى عليها دلوقتي واسيبها تتشرب كده من الشربات وتهدى وتبرد، وهتبقى في منتهى الجمال. وهنشوفها لما تطلع تبقى عاملة ازاي. هنرفع دلوقتي ونشوف الجلاب جامون، بصوا بقت طرية ازاي، هي بتتقدم بقى زي ما تحبوا. انا حابه النهارده اقدمها معاكم في كاسات وفي اطباق، وهنفتحها طبعا من جوه نشوفها طريه قد ايه. هي بتتقدم معاها شويه من السيرب بتاعها، وده كده شكل الجلاب جامون بتاعنا. بصوا هو بيتقدم مع اي نوع مكسرات، انا النهارده زينته بجوز الهند واللوز، وهو يعني معروف عندهم ان هما لازم بيحطوا معاه شويه كده من السيرب، يبقى في الكوبايه او في الطبق عشان اللي يجي ياكل ياخد من الشربات بتاعه. بصوا لونه جميل ازاي وبيلمع، شكله في منتهى الجمال. بصوا بقى نفتحها من جوه كده ونشوف شكلها عامل ازاي. بصوا ناعمة جدا وطرية، بصوا من جوه شكلها عامل ازاي، طعمها خطير. طعمها جميلة جدا، طعم السمنة الفلاحي باينة فيها قوي، يعني الصراحة عايزاكم تجربوها بالسمنة الفلاحي، احلى من الزبدة بكتير. طعمها جميلة 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 بجد. بصوا تاخدوا كمان مع الشربات كده، عارفة يعني اكنها زي الكاستر، حاجة كده حلوة مش لاقيالها الصراحة يعني حاجة اوصفها بيها، طعمها في منتهى الجمال. هي مش شبه الزلابي، هي ممكن تكون شبهها بس في الشكل، بس في الطعم مختلفة تماما، طعمها جميل جدا. بصوا هي لسه دافية، تشرب الشربات بسرعة ازاي اول ما بحط عليها الشربات. وبصوا ولا لزقت في بعضها ولا اي حاجة بسبب دهنة الزيت اللي احنا دهنا ايدينا بيها ودهنا الطبق بيها، طعمها في منتهى الجمال. بصوا وجوسي كده وطرية جدا، اخده لون حلو من بره ومن جوه طرية جدا. اتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واترككم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.